السلام عليكم ورحمة الله. خلقنا الله سبحانه وتعالى أحرارا، نزاعين إلى الخصوصية، ونزاعين إلى التفرد، ونزاعين إلى الاستقلال. ولذلك فإن الواحد منا حين يخير فإنه سيختار، وذلك من أجل تحقيق خصوصيته وتحقيق فرديته. ومن هنا فإن من العسير جدا أن نجمع بين وحدة الكلمة وبين حرية الاختيار، وليست الحرية إلا القدرة على الاختيار. وبالتالي فإن للناس مطالب متناقضة، يريدون لنا أن نبدع وأن نجتهد وأن نتحرر، ولكن أيضاً يريدوننا في الوقت نفسه أن نكون عبارة عن نماذج موحدة، وهذا مغاير لسنن الله سبحانه وتعالى في الخلق. الاستبداد والتحكم يجعل الناس مكررين، يجعل الناس صوراً مكررة وأشباحاً مكررة. الاستبداد يقدس التناسق ويقدس التشابه، لكن الحرية ليست كذلك. الحرية تنتج الاختلاف، تنتج التباين، تنتج التفاوت، تنتج التنوع. وحين يخير الإنسان بين التنوع وبين التشابه، فلا شك في أن التنوع خير له وأفضل له، لأن التشابه صفة من صفات البدائية وصفات البداوة وصفات التخلف، بينما التنوع هو ناتج من نواتج التحضر. ديننا يحثنا على التنوع، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة غير مباشرة على التنوع، حين قال: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. كأنه يقول اجتهدوا، اجتهدوا ووسعوا آفاقكم، وابحثوا عن البدائل، وهاتوا الجديد، وطوروا. فأنتم إن أصبتم في مساعيكم فلكم أجران، وإن أخطأتم فلكم أجر واحد. شيء طبيعي أن الحرية تجعل الناس يشعرون بذواتهم، يشعرون بكرامتهم، يشعرون بتفردهم الفكري، يشعرون بأن لكل واحد منهم بصمة خاصة ونوعية خاصة. وبالتالي فإنهم يرفضون الذل، ويرفضون القهر، ويرفضون التنكيل، وينزعون إلى التفرد وإلى التنوع. المطلوب دائما هو تنوع في إطار الوحدة، وهذا ميسم أساسي لكل الحضارة الإسلامية. هناك تنوع، هناك تباين، هناك اختلاف، هناك تجديد، ولكن هناك إطار عام. هناك كلمة التوحيد، هنالك أركان الإسلام وأركان الإيمان والمعلوم من الدين بالضرورة، وهناك المحرمات، وهناك الكبائر، وهناك الذوقيات، وهناك الأعراف الصالحة. كل هذا يضع بعض القيود ويؤدي إلى نوع من التشابه، ولكن داخل هذا التشابه هناك تنوع، وتنوع كبير وكبير جدا. لا تطلبوا من الناس أن يجتهدوا وأن ينتهوا إلى رأي واحد. إذا طلبت منا أن نجتهد فسننتهي إلى آراء مختلفة. الجماعة، الحزب، المجموعة، البلد، حين يكبر يكثر الذين يشعرون بذواتهم، ويكثر المتطلعون إلى الاجتهاد وإلى الإبداع وإلى التجديد. وهذا يعني أن الظاهرة كلما تضخمت مالت إلى الانقسام،
لذلك الجماعة الكبيرة حين يصبح فيها مئات الآلاف فإن من البدهي ومن الطبيعي أن يكون فيها مدارس، وأن يكون فيها تيارات، وأن يكون فيها اتجاهات، فهذا شيء طبيعي، وهذا من سنن الله تعالى في خلقه. نعم، المجموعات الصغيرة من 3 أو 4 أشخاص ممكن تكون نسخة واحدة مكررة، لكن هذا مستحيل في جماعة تبلغ 100,000 أو 200,000 أو تبلغ مليونا من الناس. دائما حين تخير الناس فإن لك أن تتوقع شيئا من التصدع في وحدتهم. إدارة كل الأشياء في ظل الحرية تصبح أصعب. إدارة الإجماع، إدارة الروح الوطنية، إدارة المصالح، إدارة المواقف، إدارة المشاكل في ظل الحرية تصبح أصعب. لماذا؟ لأن الحرية تنتج التفرد والتنوع، لكن من غير الحرية تختنق الأشياء بل وتتحول إلى مستحيلات يصعب التعايش معها ويصعب الاقتراب منها وتصعب معالجتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.